الحمد لله، أما بعد، الصبر من الواجبات القلبية، وهو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. والصبر ثلاثة أنواع: الصبر على أداء ما أوجب الله، والصبر عما حرم الله، والصبر على المصائب. الصبر على أداء ما أوجب الله أي قهر النفس على أداء الواجبات الدينية التي فرضها الله تعالى، كإقامة الصلاة في وقتها، وصيام شهر رمضان، وحضور مجالس العلم لتعلم ما فرض الله تعلمه من علم الدين، وغير ذلك من الواجبات. وأما الصبر عما حرم الله أي كف النفس عن ارتكاب ما حرم الله، وهذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة لمنع النفس وكبحها عن ارتكاب المحرمات كترك الصلاة وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك. وأما الصبر على المصائب أي على ما يزعج النفس من ألم أو أذى أو ضيق معيشة أو حزن يلحق الإنسان بسبب مصيبة، لأن الدنيا دار بلاء واختبار ودار عمل، والآخرة دار حساب. واعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على المكلف أن لا يعترض على الله تعالى، وأن يرضى بقضائه وقدره. والرضا عن الله من الواجبات القلبية، ومعناه التسليم له تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الناس يقعون في المعاصي بتركهم الصبر على المصائب، فينبغي على المسلم أن يتحلى بالصبر ويعود نفسه عليه، ويسلم أمره كله لله تعالى، ويتوكل على الله تعالى في أموره كلها. رزقنا الله وإياكم مقام الإحسان، والحمد لله رب العالمين.